وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الوحدة الثانية، المنهج الجديد، ووصلنا إلى الموضوع القواعدي الخامس اللي موجود عندكم بالمنهج اللي هو الماضي البسيط. تسمية مادته past simple. كانت عندنا باليونت الأول الماضي المستمر past continuous. هسه شنو دخل جديد باليونت الثاني؟ simple بسيط، الماضي البسيط، تمام؟ past simple. أوكي، نفس ما أخذت بالمحاضرة اللي قبلها، أخذت ثاني شنو هو المضارع البسيط، أخذنا القواعد مالته، حلينا الأسئلة اللي تخصه. هسه أجي على هذا الزمن، هماتين لازم أعرفه شلون يجيني التسمية مالته. هاي التسمية مالته ماضي بسيط باس سمبل، احفظ التسمية، تمام؟ زين، يعطيني جملة يقول لي سوي لي اياها باست سمبل، هاي صيغة السؤال اول شيء، او ممكن يعطيني جملة يقول لي كوركت صحح. زين، انا من يقول لي صحح على يا زمن اصحح لازم يخلي لي فدلائل الماضي البسيط، الدلائل مالاته شنو هاي من بسيط البسيط. زين، الدلائل مالاته هي lasts. من نشوف بالجمله last، خلي بالك هاي الجمله هي ماضي بسيط، ago هماتين ماضي بسيط، yesterday هماتين ماضي بسيط، او سنه ماضيه. كل سنه ماضيه مثلا، شنو سنه ماضيه مثلا؟ 2022 راحت بعد سنة، راحت 2020 وهكذا، فسنة ماضية. هذن دلائل هذا الزمن. وكذلك هاي بعدين ما تنقلك عليها وجود شنو فعل بإيدي أو شاذ. هذن من نشوفهن هما تنخلي ببالك هاي الجملة هي ماضي بسيط. زين، قول عرفت الجملة، يعني هو خلالي last، خلالي فعل بيدي، خلالي شاذ، خلالي yesterday. عرفت الجملة هي ماضي بسيط، هو قال لي ماضي بسيط، شلون اصححها؟ حتى اصححها تكون القاعدة مالتك فاعل، بعد الفاعل تخلي فعل ماضي، فعل ماضي هسه فهمك شو فعل ماضي، بعد يكون تكملة. هاي قاعدة هذا الزمن، قاعدة بسيطة يمين اسمها بسيط، فاعل، فعل بفعل ماضي، بعده تكمله. اجي انا طالب ما اعرف شنو فاعل شنو فعيل شنو هاي، شوف عيني، هو راح يعطيك جمله يقول لك مثلا سوي لي اياها باس سمبل، تمام؟ او ممكن مخلي لك هو دليل. شو راح يخلي لك؟ راح يخلي لك هنا قوس. اذا خلاك هذا القوس، القوس شنو اللي راح يكون بيه؟ القوس راح يكون بيه فعل، بداخل القوس هو شنو الموجود؟ فعل. اللي قبل القوس شنو؟ اللي قبل القوس هو الفاعل. الفاعل وين موجود؟ قبل القوس. اذا الفاعل هذا اللي قبل القوس انا انزله، ما علي ابي ايش ما يكون، كلمه كلمتين خمس كلمات انزله. فعل ماضي، زين الفعل شو هنا؟ فعل ماضي، شنو الفعل الماضي؟ اوكي انا فهمك، الفعل الماضي، الفعل الماضي هو يكون يا اما قياسي أو يكون غير قياسي. شنو قياسي وشنو غير قياسي؟ شوف، القياسي يقبل إضافة إيدي. غير قياسي شنو هو؟ لا يقبل إضافة إيدي. ونصح له شنو هو؟ نصح له شاذ، تمام؟ إذن هذا الفعل الماضي اللي يجيني بالقاعدة يا أما يكون قياسي أو يكون غير قياسي، والقياسي شنو؟ يقبل إيدي، والغير قياسي يكون شاذ. شنو مثلا؟ مثلا أنه أنا أعطيك الفعل play، هذا يصحو له فعل قياسي، أنت play شو تسوي له؟ يصير played، يقبل إضافة الإيدي. لكن إذا جاك الفعل see، هذا يصحو له فعل غير قياسي وما يقبل إضافة الإيدي، هذا يصير بالماضي يصير so. فهذا القصد، انه انت هو بالامتحان راح يعطيك فعل، هذا انت لازم تعرف الفعل هل هذا يقبل ايدي لو ما يقبل ايدي، يعني هذا فعل شاذ هنا يصير so.
فانتوا عندكم يعني الافعال الشاذة تقريبا 100 الى 200 فعل، الافعال الشاذة كلش هواية. فانت لازم تعرف الفعل اللي راح يجيك، انت مو راح يعطيك جملة يخلي لك فعل بداخل القوس هنا يخلي لك فعيل، فانت تعرف ان هذا الفعل ها يقبل ايدي لو ما يقبل ايدي. انا راح اعطيك افعال ممكن يعني يفيدنك كمرحلة عندكم انتو بي المنهج. شنو هذن الاذن الافعال اللي بدك تحفظهن مثل اسمك؟ افعال شاذة يجب حفظها، تمام؟ هذن الافعال اريدك هسه وياي راح اعطيك اياهن هذن الافعال تحفظ لياهن مثل اسمك، تمام؟ فعندنا الفعل الاول هو از لو الام، هذن بس تلقاهن تريد تحولهن للماضي شو يصيرن؟ يصيرن واز. اذا لقيت الار هسه وقتها قبل ما يقارو، اذا لقيت الار هذه تتحول الى وير، تمام؟ از او ام او الار هذن يتحولن للماضي يصيرن الاز والام تتحول واز والار تصير وير. اذا لقيت الفعل بوت هذا بي الماضي شي يصير شاذ يصير بوت نفسيته ما يتغير. اذا لقيت الفعل ست هذا بي الماضي هماتين يعني يصير نفسيته ما يتغير هماتين يعني ست. اوكي اذا الزو ام يصير انواز الار وير البوت بوت نفسيتها ست ست نفسيتها، تمام؟ الجيت بي الماضي شو يصير بس بمكان الاي اخليه got get got. اللي بعدها السند بي الدي بس الدي احولها الى تي سنت، تمام؟ اللي بعدها دبليو اي ون شو تصير بي الماضي وان بدال الاي اللي بالنص نخلي او وان، تمام؟ اذا صار عندي از وام يصير ان واز ار وير وبوت بوت سيت سيت جيت جوت سند سند وين وان. حلو. اللي بعدها اللي هي الفعل هاف بي الماضي هاف او هاز هذا الاثنين هتنخاف يجنك يتحول لي الماضي يصير هاد. اذا لقيت الدو او الدز هذني بي الماضي يتحولن الى ديد. مهمات هذا نحفظ لياها نحفظ لياها مثل اسمك، تمام؟ اذا لقيت الفعل سي يصير ست او سد. اذا لقيت الفعل فلاي فلاي تتحول الى فلو، مهمة كلش، تمام؟ بعد عندنا الفعل اللي هو go شي يصير بالماضي يصير went. بعد عندي الفعل see بالماضي يصير saw، تمام؟ هذين الافعال احفظ لياهن مثل اسمك، حرفيا كلش كلش مهمات. الاز والام يصير was are were put put set set got got send sent when one have أو has يصير had does أو do did say said fly flow go صير went بالماضي see صير saw. هسا مبدئيا بس احفظ لي هذني. إذا عدنا فد إضافات أو فد أشياء من حلك راح أحلك الأسئلة هماتين أنا بهك عليهم، لكن هذني المهمات واللي راح نحتاجهم. أضافت الإيدي هسا أنا عرفت هنا أنا الشاذ يعني الافعال الشاذة شوية اعطيتك من عدين، انا قلت لك انه هواية بس هذن اللي تركز عليهن. واما اضافة الايدي بقسم الملاءات ان شاء الله من راح اشرح لكم الملاءات راح اخلي لك شلون تضيف الايدي وهماتين الافعال الشاذة هماتين راح افهمك عليهن بالتفصيل بقسم الملاءات مع اليونت الثاني. اوكي زين هسه اعطيك سؤال مثلا انه انا اقول لك he play football، هاي الجملة اعطيتك اياها هي بلاي فوتبول، قلت لك شو تسوي لي اياها؟ قلت لك سوي لي اياها باست سمبل، سوي لي اياها ماضي بسيط باست سمبل. شو اللي راح تسوي انت؟ تجي انت بالبداية قايل لك قاعدة مثبت، هنا ما قايل لك قاعدة نفي. نجي ننزل الفاعل، اوكي هذا الفاعل نزلناه، الفاعل نزلناه، بعده فعل ماضي، زين الفعل الماضي يا ما يكون بايدي او يكون شاذ، فهذا الفعل البلاي اللي بين قوسين شو نسوي له؟ نضيف لايدي played
مو من هذين الافعال اللي طلعت اياها هناني قلت لك احفظهن. وانت شوف فد ملاحظه يعني ممكن تفيدك بالامتحان، انت خاف بالامتحان مو راح يعطيك هو يقول لك سوي اياها ماضي بسيط، وانت اجاك فعل ما تعرفه يعني تريد تعرف الشاذ مالته ما تعرفه نسيته، ممكن انت فعل جديد عليك الطاكية وتريد تحول الشاذ ما تعرفه، شو تسوي؟ اضيف له ايدي ممكن بدال الصفر يعطيك درجة، وهذا صح هذا الشيء خاطئ، انت المفروض شنو تحفظ الافعال الشاذة حتى تروح تجاوب عن اي سؤال يجيك، لكن انت بالامتحان للتسهيل حول الفعل اذا ما تعرف له، اذا ما تعرف له شو تسوي له؟ ضيف له ايدي ممكن بدال الصفر يعني يعطيك درجة، ان اذا كان عليها درجتين او هيك شيء تمام. وبعدها تكمل فوتبول. سؤال ثاني مثلا اقول شي كلين ذا هاوس تمام، هاي قلت لك لاست ويك الاسبوع الماضي، وقايل لك هنا أنا فقط كوريكت صحح هاي الجمله، زين انا اصحح هاي الجمله بيا زمن هنا نصححها بالماضي البسيط، شلون عرفت هذا الفعل او هذا الدليل هو من دلائل الماضي البسيط لاست؟ اذا اصحح قاعده مثبت تقول فاعل هذا الشيء اللي قبل القوس بعد فعل بداخل القوس، شو نسوي له؟ يا اما يكون بايدي يا اما يكون شاذ، فالكلين راح اضيف لها ايدي كليند، ضفت لها انا ايدي وكملت الجمله لي الاخير. هاي بالنسبة لقاعدة المثبت. بعد احتاج الموضوع ماضي البسيط بحالة النفي وبحالة السؤال. بحالة النفي وبحالة السؤال شنو اللي راح يصير؟ في حالة النفي، النفي قلنا شنو باللغة الانجليزية؟ نيجاتيف. حالة النفي نيجاتيف، او ممكن انا اشوف not اعرف انه هذا يريد من عندي نفي، شو راح يصير القاعدة؟ راح يصير قاعدة فاعل، بعد الفاعل تجيب من عندك did not او didn't، تريد تختصرها did didn't ليش تخليها بكيفك، اثنيناتهم صح. بعد شنو هو شو اسمه فعل مجرد، ماكو بعد فعل بايدي او شاف، ينزل الفعل نفس ما هو اللي منطيك اياه وتكمله. هاي قاعدة الماضي البسيط بحالة المثبت، العفو بحالة النفي. ما بي اشياء انت فقط تنزل، شوف هسه مثلا انا اقول لك he work in the factory تمام، وهاي قايل لك سوي لياها past simple، قايل لك with negative حالة النفي. شنو اللي راح اسوي انا؟ اجي انزل القاعده اقول فاعل، وين الفاعل؟ هذا الهي فاعل، بعدين تجيب من عندنا did not لان هو قايل لي نيجاتيف، الى خلي did not تمام، بعدها فعل مجرد، وين الفعل؟ قلنا نلقاه بداخل القوس هذا الورك، انزله لا اضيف لايدي ولا ما ادري شنو، ليش؟ لان فعل مجرد، بعدها اكمل in the factory تمام. زين شوف لهاي الثانيه، مو قلنا ذيك الساعة she cleaned the house، وهنا أنا قايل لك سوي لي اياها نيجاتيف، هاي هيك بالامتحان يجيبوا لكم اياها، صدقوا كلش مهم هذا السؤال، مهم جدا. زين انا قايل لي ينطيني السؤال وقايل لي سوي لي اياه نفي، قايل لي بس نيجاتيف، زين انا اسوي بيا زمن، يعني اسوي بالماضي بالمضارع بيا زمن، هنا أنا اشوف حتى دليل ما مخلي، لا مخلي لي لاست، لا مخلي لي يسترداي، هنا أنا راح اسوي بالماضي البسيط، شلون عرفت؟ عدي ايدي، هاي الدلائل اللي قلت لك عليها هنا أنا. هنا أنا وكذلك وجود ايدي او شاذ، هذا الفعل اللي منطيني اياه شبيه بايدي، يعني هو منطيني قاعده مثبت، منطيني فاعل ومنطيني فعل ماضي بايدي وتكمله، شو يريد من عدي؟ يريد من عدي قاعده نفي تمام. فانتبهوا هاي الصيغه اللي يجيبوكم اياها بالامتحان. شنو اللي راح اسوي بحاله النفي؟ اجيب الفاعل، يا هو الفاعل بدايه جمله السؤال الشي، شو اجيب من عدي بعد؟ didn't did not، بعد فعل مجرد، هو وين الفعل؟ يكون الفعل بعد الفاعل اللي بايدي انا عرفته، شو اسوي له؟ اخليه مجرد لان هنا هو بايدي، اخليه مجرد اشيل الايد من عده clean واكمل الجمله ذا هاوس.
تمام؟ فنسبهول عليها كلش مهمة. في حالة السؤال شنو اللي راح يصير؟ في حالة السؤال، السؤال شنو قلنا باللغة الإنجليزية؟ question. اوكي، او انت ما تتذكر علامة استفهام، فقط الديد تقدمها بالبداية، تصير ديد خليها كابيتال، بعدها فاعل، بعد الفاعل تخلي فعل مجرد، بعد الفعل المجرد تكمله، وبالاخير لازم تخلي علامة الاستفهام. تمام، هاي قاعدة شو اسمه السؤال بحالة الماضي البسيط، ديد فاعل فعل مجرد تكمله. اوكي، مثلا سؤال، او هنا ذني هنا نفس ياسين حتى ما يصير وقت المحاضرة طويل. هنا أنا هاي الجملة هذه بدال النيجاتيف راح اقول لك سوي لي اياها شنو؟ اقول لك سوي لي اياها كويشن، هيك تجيك بالامتحان. زين، انا اسوي السؤال بيا زمن اسويها بالماضي البسيط، شلون عرفت عدي ايدي؟ فشنو القاعده تقول بحاله الكويشن؟ هاي السؤال راح تجيب بالبدايه ديت، انت تجيب من عندك ديت بالبدايه، بعدها شنو؟ وين نخلي فاعل؟ وين الفاعل؟ شي اللي بداية جملة السؤال، ديد شي، بعد فعل مجرد اللي هو بيدي، شو اسوي له؟ هو بيدي، شو اشيل ايدي من عندك؟ كلين. اكمل الجملة للاخير، ذا هاوس، بداية النقطة خلي علامة استفهام. زين، هاي الجملة سوي لي اياها شو اسمه؟ كويشن، باس سمبل وذ كويشن. إذا قطيتك إياها هيك بالامتحان شلون راح أسويها؟ أنا أقول لك سوي إياها ماضي بسيط بحالة السؤال، أجيب بالبداية ديد، لأن أنا قايل لك سؤال كويشن، أجيب بالبداية ديد، ديد، بعد الفاعل، وين الفاعل بداية جملة السؤال؟ هي، بعد شنو؟ فعل مجرد، الفعل وين؟ بداخل القوس، نفسيته مجرد أنزله، بعد تكملة وينها؟ in the factory، بالأخير تخلي علامة الاستفهام. هاي بالنسبة للماضي البسيط بحالة المثبت وحالة النفي وحالة السؤال، هن هذين القواعد مالاتها ما يحتاج إلى شيء. هسه راح نروح نحل الأسئلة اللي موجودة بالملزمة ونشوف الأفكار اللي بيهن. تمام؟ أجي لصيغ الأسئلة في الامتحان. عندنا السؤال الأول، سالم وقايل لك مطيق فعل بداخل القوس buy a new car last month، وقايل لك صيغة السؤال يقول لك correct the verb، صحح الفعل. هاي هنا أنا صحح الفعل، verb هو فعل، صحح correct. هنا أنا بيازم أنا صحح بالماضي البسيط، شلون عرفت؟ عد الدليل هو last، بما أنه موجودة last إذن هذا ماضي بسيط last. أوكي، قاعدة مثبت لو نفي لو سؤال، قاعدة مثبت ليش؟ لأنه ما قايل لي لا نيجاتيف ولا قايل لي كويشن. قاعدة مثبت شو تقول؟ فاعل، وين الفاعل؟ بالبداية، بعده نخلي فعل ماضي أما بإيدي أو يكون فعل شاذ، تمام، وبعده راح يكون تكملة. هاي القاعدة مالت المثبت. زين، أنزل الفاعل، وين الفاعل؟ هذا بالبداية نزلناه، بعده شو أخلي؟ لو فعل بإيدي لو شاذ، هاي الفعل بداخل القوس، الفعل هو شاذ، باي يصير بوت، حفظ لي إياها همات يعني. باي صير بوت. اللي بعدها when they when did they arrived at the airport yesterday، هنا أنا أقول لك correct، صحح. زين، أنا أصحح بيا زمن، هنا أنا بما أنه عدي did شي يجي بعدها فعل مجرد، هنا أنا بداخل القوس شبيه بإيدي، أنت شيل الإيدي من عدة، ما يصير تكتبه بإيدي، هاي بس يعني تنزل الجملة كلها بس هذا الفعل، شفن بإيدي، شن الدي من عده، ترى هو أصل الفعل هو بإي، فقط ضيف للدي. السؤال اللي بعده، last year my class do voluntary work، قايل لك correct the verb، صحح الفعل. زين، أنا صحح بيا زمن، أصحح بالماضي، شلون عرفت عدي هاي last؟ last دلينا على الماضي، قاعدة المثبت، نزل الفاعل اللي موجود كله بالبداية، هذا اللي قبل القوس كله يعتبر فاعل، هاي last year، هاي هنا الزمن، my class هو الفاعل. بعد الفعل، الفعل بداخل القوس، يا ما يكون بيدي أو يكون شاذ، دو شو تصير بالماضي؟ تصير did، هذا بس الحل مالتك، do did. اللي بعدها، Zag send an email to his friend، قايل لك سوي إياها باس simple، سوي إياها ماضي بسيط، هاي طلعت إياها الفعل. السند بالماضي يصير سنت بدال الدي تي شات. اللي بعده كلش مهم هذا السؤال، لونا انجويد بلاين فايلبول، قايل لك تشينج ذا سنتنس انتو نيجاتيف، نيجاتيف يعني معناها نفي.
زين قل لي بس نفي ما قايل لي ماضي او هذا. اشوف الجمله بيا زمن بالماضي البسيط شلون عرفت بيها ايدي؟ هاي الجمله بيها ايدي، بما انه بيها ايدي اذا هاي جمله ماضي بسيط، احولها لمن؟ احولها للنفي. شو تقول قاعده النفي؟ فاعل، بعد الفاعل نخلي did not، تمام، وبعده زائد فعل مجرد، وبعده راح يكون تكمله، تمام. هاي القاعده، الفاعل وينه؟ هذا لنا اللي بدايه القوس نزلناه، بعده شو نسوي؟ نجيب did not، هاي نجيبها من عندنا did not، خلينا did not. بعده شنو؟ فعل مجرد. وين الفعل؟ هو الفعل اللي بايدي، شو اسوي للايدي؟ اشيلها، لان انا خليت didn't عوضت، خليت وهذه تكمله playing volleyball، تنزل ما عليك بها، لان هنا تعتبر تكمله. الفعل هنا هو enjoy. السؤال اللي بعد I watch، وقال لك صحح هنا عندك last هو دليل من دلائل الماضي، وقال لك صحح لي فقط الواتش نضيف لها ايدي ما بيها شيء. هنا انا منطيك هماتين مهم اكتب يمه. they helped قال لي سوي لي question، شو اجيب بالسؤال؟ قاعدة قدامك نخلي did بالبداية، بعدها الفاعل اللي هو they، بعد الهيلب فعل مجرد، لازم نشيل الايدي من عده لان خلينا did، ونكمل الجمله للاخير، وبالاخير لازم نخلي علامه استفهام. السؤال اللي بعده she's praying قال لي سوي لها ماضي بسيط، الشي تنزل اللي هو الفاعل، هنا الاز راح اشيلها لان هاي من جمله مضارع مستمر، اخلي she pray بس بدال الايد الاي ان جي اخلي. اما السؤال الاخير هماتين فكره ممكن يجيب لكم اياها، did you قال لك تختار لي like لو liked. احنا بما انه عندنا did، did شو يجي وراها؟ يجي وراها فعل مجرد، اذا الاختيار مالتي هو هذا، ما اقدر اختار الايدي لان دخلت did. شوفوا انتم خلوها قاعد عندكم، اذا لقيتوا do او does او did فهذني اذا شفتوهن بالجمله هذني يجي بعدهن فعل مجرد ثابت، بس تشوفون هذني بالجمله لازم يكون وياهن الفعل مجرد، فهي شفت did بالجمله قبل اختار فعل مجرد. هذا بالنسبة لي الماضي البسيط والأفكار اللي بيه، تذني 9 أسئلة إذا فهمتهن فالموضوع مع الماضي البسيط انتهى عندك. أي سؤال تقدر تحله، واحفظ لي الأفعال اللي قلت لك عليهن، وكذلك هم لازم تشوف المحاضرة مالت الإملاءات اللي راح أنزلها إن شاء الله. لهنا خلصت هاي المحاضرة، أتمنى استفادت ومع السلامة.